هل تريد أن تتقلب في الجنة يوم القيامة؟ عليك كما جاء في الحديث عن المصطفى اللهم صل وسلم عليه إماطة الأذى من الطريق. رجل رأى شجرة ذات أشواك فأماطها فبشر بالجنة. امرأة سقت كلبا فبشرت بالجنة. هذه المسؤولية المجتمعية تجعلنا دائما نحث ونحض ونسعى إلى إيجاد الخير في مجتمعنا. الإنسان صاحب الخير هو الذي يزعزع فيه الإيمان. أدناها إماطة الأذى عن الطريق.